صباح الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا صباح البلد. يا رب يكون يوم سعيد كده عليكم وتحققوا كل اللي تتمنوه فيه، وإن شاء الله ربنا يبقى كريم علينا كلنا. طبعا بنبدأ مع حضراتكم دايما صباح البلد باستعراض أهم التطورات اللي بتشهدها الساحة الفلسطينية أولا بأول. بنحاول إن احنا نقول لحضراتكم إيه الدنيا وحصل إيه امبارح في منذ الأمس والساعات الأولى من صباح اليوم. حقيقة أن الحرب ما بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية دخلت يومها 31، النهاردة الثلاث كملنا 31 يوم، ومع ده مفيش أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة. بتزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، الحقيقة أن الأمر بيزداد سوءا إذا أوضاع في القطاع وصفتها الأمم المتحدة قبل كده وقررتها بأنها الكارثية. وفي بداية شهرها الثاني النهاردة كانت غزة منذ الصباح الباكر بتشهد قصفا مدفعيا وجويا عنيفا وبتدور الشبكات عنيفة وحرب شوارع ما بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس. أعنفها كان في شمال القطاع حيث مدينة غزة المحاصرة. الإعلام الفلسطيني أفاد بأن زوارق حربية إسرائيلية بتقصف مخيم الشاطئ ومحيط منطقة الميناء غربي مدينة غزة. أضافت أيضا أن هناك اشتباكات عنيفة بتدور بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بتحاول التوغل على محور تل الهوى جنوب مدينة غزة. يعني هناك حصر لعدد الشهداء من الفلسطينيين حوالي 10,000 شخص مما بينهم 4,100 طفل وفقا للإحصاءات اللي نشرتها وزارة الصحة. الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال، مشددا على أن تكون هناك حماية للمدنيين وهو الأمر الأهم. امبارح كان له تصريحات حضراتكم تابعتوها، قال أن الحرب بتضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة، ولا أحد يجد الأمان. دعا جوتيريش إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، لافتا إلى أن هناك انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي. وكان في لقائه أكثر، يعني كانت هناك كلمة بتتردد في حديثه بالأمن، وهو يتحدث أن الآن يجب أن يتوقف القتال، الآن يجب أن يعني أن تكون هناك هدنة، الآن يجب أن يتوقف قتل الأبرياء. كان يتحدث بالأمس بهذه الطريقة. وزير الخارجية الإسرائيلي انتقد تصريحات الأمين العام قائلا عار عليك. ده كان الرد مباشرة بعد تصريحات الأمين العام، ظهر وزير الخارجية الإسرائيلي وتحدث في هذا الأمر، والحقيقة أنه كان يبدو عليه الغضب من التصريحات اللي صرح بها الأمين العام للأمم المتحدة. خلينا ناخد حضراتكم يعني الحالة الشعبية في دول كثير من العالم. مئات المحتجين نظموا، منهم كانت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام، نظموا وقفات احتجاجية احتجاجا على ما يحدث أمام تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب ما بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. تابعتوا حضراتكم كان في تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه حشود من النشطاء قاعدين عند قاعدة تمثال الحرية وهم بيهتفوا. كانت هناك بعض الهتافات اللي بتتردد، لن يحدث هذا مرة أخرى لأحد، لن يحدث ذلك أبدا مرة أخرى الآن. كانوا بيرددوا هتافات يهودية في أعقاب المحرقة اللي كانت حصلت، وكان في البعض الآخر وقف على القاعدة ولفوا لافتات كبيرة على جانب التمثال كتب عليها وقف إطلاق النار الآن، العالم كله يراقب. المجموعة اللي كانت بتتظاهر قالت ان المظاهرة اجتذبت حوالي 500 شخص. كان قبل كده نظمت او تم تنظيم مظاهرات مماثلة في الاسابيع القليلة الماضية في محطة جراند سنترال في منهاتن، في مبنى كانون هاوس الاداري بالكونجرس في واشنطن. كان هناك ايضا معارضة، كانت المنظمة بتعارض اللي بيقودها اليهود بتعارض سياسات الحكومة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين باعتبارها شكلا من
أشكال الفصل العنصري. منذ قليل جدا كانت صافرات الإنذار بتدوى في مستوطنة شتولة في شمال إسرائيل قرب الحدود الشمالية مع جنوب لبنان نتيجة لقصفها بنحو 16 صاروخ من الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي قال في بيان له إنه قام بالرد على العملية بقصف مدفعي وبقصف بالطائرات ردا على إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل في وقت سابق. وكان بحسب الجيش الإسرائيلي شملت الأهداف موقعا بيضم أصولا تكنولوجية ومستودع أسلحة ومواقع إطلاق صاروخية وبنية تحتية أخرى. على الجانب الآخر تابعت حضراتكم أن بالأمس أعلنت الإمارات إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وده كان ضمن عملية بتسمى الفارس الشهم 3 الإنسانية، وده تنفيذا لأوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي. المبادرة بتأتي وفقا لما ذكرته الوكالة الإماراتية تجسيدا لمواقف دولة الإمارات الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة اللي بتواجههم حاليا. دولة الإمارات كانت أعلنت في وقت سابق أنها هتقدم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، إضافة إلى مبادرتها لاستضافة حوالي 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة برفقة ذويهم لتوفير العلاج الطبي لهم والرعاية في مستشفيات الدولة، بجانب أيضا إطلاق حملة مجتمعية إغاثية للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من جانب الأحداث في قطاع غزة تحت شعار تراحم من أجل غزة. ده طبعا إلى أن جانب حضراتكم زي ما أنتم متابعين أن معبر رفح دائما بيستعد لدخول الشاحنات الإنسانية في محاولة يعني إنقاذ الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة اللي بيعانوا من الكثير والكثير من الأهوال. الشعب الحقيقة بيقع تحت حصار شديد جدا، زي ما بتابعوا حضراتكم أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن المستشفيات بتتهاوى ولم يعد هناك ما يتم تقديمه من خدمات سواء من أدوية. البنية التحتية نفسها داخل غزة بدأت يعني وإن كانت انهارت بالفعل. حضراتكم بتابعوا الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا، الرعب بالنسبة للأطفال الحقيقة مشاهد كثيرة. أعتقد أن يعني مع بداية الشهر الثاني النهاردة احنا بنتكلم أن أول يوم في الشهر الثاني ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في منذ ذلك، وحضراتكم زي ما أنتم متابعين المشاهد لا تتوقف والمآسي والكوارث الإنسانية في غزة لا تتوقف. خلونا نروح لفاصل وبعدها داليا هتستعرض معاكم بعض الفقرات. سيب حضراتكم ونرجع ان شاء الله مع فقرتنا الاخباريه لاستعراض اهم واخر الاخبار والمقالات والتحقيقات.